اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا هزه الغربال من المهندس عدلي، سقطت اخبار كتيره جدا، سواء اللي بيتقال عن ولتر بواليا او اللي بيتقال عن اليو ديانج او اللي بيتقال عن موسيماني او كهربا او او او. عقوبه كهربا بالمناسبه كان صدرت يوم 3 مارس. الخطا كان وقع في مباراه طلائع الجيش اللي هي 28 فبراير. فانت من 28 فبراير ل 28 مارس ادي العقوبه شهر، عايز تحسبها ل 3 مارس يبقى ل 3 ابريل. في كل الاحوال لا الاهلي رفع عقوبه ولا الموسيماني طلب رفع العقوبه. انتهت. كهربا منضبط وملتزم وبيؤدي تدريباته اللي بيطلبها منه الجهاز الفني، غير كده كله كلام مش في الصحيح.